تيجي نشتغل على الديفايس كاليبريشنز اللي هي الجدول اللي موجود ده. هروح على الديفايس ونكريت جمله سيكوال ونسميها كاليبريشنز سيكوال. هنحتاج الفاليو والمسج دول موجودين في الكاليبريشنز، ومعانا الاي دي بتاع الديفايس هنعمل جوين كمان مع اليوزر ديفايسز، والاوبريتور يبقى مع الاوبريتورز، والكريدت اد موجوده في الجدول بتاع الكاليبريشنز. هنقول سيلكت ستار فروم يوزر ديفايسز وديفايس كاليبريشنز واوبريتورز، ننزل سطر ونقول وير يوزر ديفايسز دوت الاي دي بيساوي الديفايس كاليبريشنز، نزود هنا حرف الاس دوت اليوزر ديفايس اي دي، اند ديفايس كاليبريشنز دوت الاوبريتور اي دي يساوي الاوبريتورز دوت الاي دي، اند يوزر ديفايسز دوت الاي دي بتساوي الدي. محتاجين كمان ده يكون له علاقه باليوزر، فهنقول فروم يوزرز بحيث ما يجيبش كل البيانات، يجيب بس البيانات المتعلقه باليوزر ده. فممكن نيجي هنا نقول يوزرز دوت الاي دي يساوي اليوزر ديفايسز دوت اليوزر اي دي، اند اليوزرز دوت اليوزر نيم بيساوي فيو، لان اند عشان نكمل بقيه الجمله بقى. هناخد الجزء ده كده كابي ونضيفه هنا. ايه البيانات اللي احنا نعملها سيلكت بدل ما يجيب كل البيانات، يجيب بس بيانات معينه؟ ممكن نفصلهم في سطرين ونقول هنا سيلكت الديفايس كاليبريشنز دوت الفاليو از فاليو كما الديفايس كاليبريشنز دوت المسج از مسج كما، ننزل سطر والديفايس برضه كاليبريشنز دوت الكرييتد ات از كرييتد ات كما الاوبريتورز دوت النيم از نيم. يبقى دي كده الاربع بيانات، ومحتاجين الاي دي بتاع الكاليبريشن هنجيبه هنا برضه، والكما ننزل سطر ونقول هنا سي اي دي وهنا اي دي، ونسمي ده كاليبريشنز تيبل. ناخد جمله سيكوال دي نبصيها هنا، ونستعمل بقى الكاليبريشنز تيبل ونعرضها في الفيو الخاص بالديفايس. فهنيجي بقى على الكاليبريشنز دي ونعمل فور اتش هنا اس كي كاليبريشن، نفتح القوس ونيجي بعد التي ار في اتش اي نقفل القوس بالمنظر ده، ونيجي هنا نقول ايكو كي بلس 1، ناخد دي كده كابي. هنحتاج نضيف اول بيان اللي هو الفاليو، هنقول كاليبريشن اوف فاليو، ناخد ده كابي هنا وهنا وهنا ونغيرهم. يبقى دي مسج وده النيم بتاع الاوبريتور وده الكرييتد ات وهنا السي اي دي الكاليبريشن اي دي، ناخد ده كده كابي ونبصيه هنا، ودي معاه الكلاس اللي اسمه ديليت. محتاجين برضه نعمل تشيك لو الجدول مش موجود او البيانات اللي فيه مش موجوده يعرض ورنينج، فناخد دي كده كابي ونضيفها بعد الجدول، وناخد دي كده كابي ونضيفها قبل الجدول، بس هتبقى على الكاليبريشنز تيبل. نقول هنا نو كاليبريشنز، ونروح الديكشنري نقول هنا نو كاليبريشنز، ذا ديفايس دازنت هاف اني كاليبريشنز بالمنظر ده، ونزود بس هنا حرف الاس. نيجي نعمل ريفريش عرضهم لي بالمنظر ده كده، وقلل دي هنا بواحد ودي هنا باثنين اللي هم البيانين دول، وكذلك في الديليت لو ضفت كاليبريشن ثانيه على السنسور وقلت مثلا 10 وهنا اقل من او تساوي وهنا كولد ويزر مثلا طقس بارد، نقول كاليبريشن فضفها لي بالمنظر ده كده. محتاجين بقى نفعل الجزء بتاع الايديت والديليت، زي ما جينا هنا عملنا الديليت والديليت اول وهنا برضه، يبقى ده معناه هنعمل صفحه اسمها كاليبريشن زي صفحه الرول وصفحه الريدنج. فنيجي ناخد الريدنج دوت بي اتش بي كوبي ونسميها كاليبريشن ونبدا نعدل عليها. مفترض هيجي الدي والاوبريشن، لو ما لقاهمش هيرجع على الديفايسز، هيبقى عندي بس ديليت واديت مش هيبقى عندي ديليت اول. فنشغل الاول الجزء بتاع الديليت، فهنشيل الديليت اول ونسيبها بالمنظر ده. في الديليت هيتباصى الاي دي بتاع الكاليبريشن ذات نفسها، فاحنا محتاجين نتاكد ان الكاليبريشن دي تبع جهاز اساين او ريجستر تبع المستخدم اللي عامل لوجن، فنقول سيلكت كاونت ستار اس كي من اليوزرز واليوزر ديفايسز، وهنا بدل الريدنجز هيبقى الكاليبريشنز، يوزر اي دي هيبقى اليوزر ديفايس يوزر اي دي، والشرط الثاني هيبقى الديفايس كاليبريشنز دوت اليوزر ديفايس اي دي هو المنظر ده، وساعتها انا هغير دي برضه الى ديفايس كاليبريشن، والاي دي بتساوي الاي دي للطاسه. لو تمام هيكمل، لو لا هيرجع على الديفايسز. هنحتاج نجيب الاي دي الخاص بالديفايس زي ما عملنا في الريدنج هنا، بس هنغير دي الى كاليبريشنز، ونفس القصه هنا برضه هنشيل دي ونخليها ديفايس كاليبريشنز، وبعد ما يخلص هيرجع على الديفايس. وليكن هنمسح اول واحده اللي هي مور ذان 50، هنقول ديليت هيكونفيرم او له اوكي قال ريكورد از ديليت سكسسفولي ومسحه بالمنظر ده. ولو جينا شفنا هنا نلاقيه مسحه. محتاجين بعد كده نشغل الجزء بتاع الايديت، فناخد ده كده كابي ونقول else if ونغير دي الى edit. هيتاكد الاول برضه انه بيedit لديفايس او لكاليبريشن ديفايس assigned للمستخدم،
ما دام دي متكرره والجزء ده كده متكرر، يبقى ممكن نخليه فوق بدل ما يكون عندي دبليكيشن، فهشيله من هنا وهاجي في الجزء ده كده واحطه بعد ما اجيب الكونتنت دي بالمنظر ده، وبعدهم بقى اعمل الاف ستيتمنت الاولى بالديليت يبقى الجمل دي بس، والثانيه بالايديت. ساعه الايديت بقى محتاجين نجيب البيانات ونوديه على الفيو اللي اسمه ايديت كاليبريشن، يبقى هنعمل هنا ايديت شرطه كاليبريشن، يبقى محتاجين هنا نرجع فيو، فهنيجي من الديفايس بي اتش بي ناخد مثلا الجزء ده كده كوبي ونضيفه مكان ده، وهنخلي دي ايديت كاليبريشن. بدل ما هيمسح هنحتاج نعمل بقى سيلكت للبيانات اللي هتتعرض، فهنقول سيلكت ستار فروم ديفايس كاليبريشن لما الاي دي بيساوي الاي دي، وهنحتاج نجيب الريكورد ده، فهنقول كاليبريشن بيساوي ستيتمنت فيتش بي دي او اسوشيتد، ونيجي في الايديت كاليبريشن نغير السبميت دي ونقول هنا بي اتش بي ايكو كونتل دي بالمنظر ده، وهيبقى ابديت، وهنا بوست، هنا هنقول له الفاليو بي اتش بي ونقول كاليبريشن اوف الفاليو اللي هي كونت العمود ده، هناخد ده كده كابي ونضيفه في المسج بالمنظر ده، انما جزء الاوبريتور هنروح على الاد كاليبريشن ناخد السيلكت ده كده كابي ونضيفه مكان السيلكت دي، وبدل من السيشن فورم هنشيل ده بقى ونخلي دي كاليبريشن اوف الاوبريتور اندر سكور اي دي بالمنظر ده كده. البريك كرامب هيتعدل، فنروح برضو الاد كاليبريشن ناخد الجزء ده كده كابي ونضيفه هنا. الديفايس انفو ما كناش جبناها، فممكن من الاد كاليبريشن بالبي اتش بي نجيب الجمله اللي بتجيب الديفايس انفو، كذلك الجمله اللي بتجيب الاوبريتورز ونعدل عليهم، فنيجي نضيفهم في الكاليبريشن والبي اتش بي قبل انكلود وانس للكومن، هنسيب دي زي ما هي وهنعدل دي، لان كونتل دي هي الكاليبريشن اي دي مش الديفايس اي دي. ما دام ببساطه معايا الديفايس اي دي ممكن اقول سيلكت ستار فروم اليوزر ديفايسز، اجي هنا بقى اعدل الدي واخليها ديفايس اي دي بالمنظر ده، لان كنا جبنا الديفايس اي دي من فوق. هاجي في الايه كمان كاليبريشن اشيل الجزء بتاع الدكشنري، واجي اقول هنا ايكو وهنا ايكو بحيث تتعرض، وهعدل دي بس، المفترض دي تبقى رقم الديفايس مش هيبقى الدي، فهقول هنا ديفايس اي دي. هاجي بقى اختار الفيري هاي تمبريتشر دي واعمل لها ايديت تظهر لي بالمنظر ده، لو ضغطت هنا يرجع لي على الديفايس تاني. هاجي اختار الكولد ويزر هيختارها لي بالمنظر ده، لو رجعت على الديفايسز تشتغل شو، بعد كده اختار اول واحده. يبقى في السيشن ده طبقنا الجزء بتاع التيبل والجزء بتاع الايديت، فاضل بس الجزء بتاع البوست سبمشن اللي موجود في الفورم دي.